صباح الخير يا البنات، صباح الخير على الولاد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصوبوا الهرقمه او الكرعين ديال البقري. غادي نحتاجوا فيهم الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، فلفله حمراء معلقه، نص معلقه او قل ديال الفلفله الحاره، الراس ديال معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم لان هي نورمالمون لاصوص غادي تجي حمراء بهذه التحميره. حنايا غادي نديرو هذا جوست بور دوني ان بو تجي ديك لا كولور ان بو دوري. خمسه ديال الدريسات هادو سته ولكن صغار ديال الثومه، ربطه ديال القزبور، ربطه ديال القزبور ما فيهاش المعدنوس، زيت، زيت المائدة، زيت تورنوسول، السمن، الحمص. اللي بغى يديرو صحيح يديرو صحيح، أنا تنفركو. الزرع، الزرع أنا تندير فيه لو بلي دور، إما صحيح وتيتفزق يومين قبل، إما كونكاسي هذاك اللي تيكون مهرس وتنفزقو نهار قبل. ولكن هنا فاش خرجت البارح قلت لكم راه غنمشي نشري شي حاجه، مشيت قلبت على الزرع هنايا ما كاينش، لقيت غير هذا. هنا نوريه لكم، لقيت هذا. دونك هذا ها كما كتشوفوا داير بحالو بحال ابلي. دونك ما تبقاوش تقلبوا بزاف، شريو ابلي الا ما عندكمش زرع لاخر، شريو ابلي صافي لافير. اون بليس ما نحتاجوش نديروه في الخرقه لان ديجا هو كاين في دي ساك بلاستيك اللي تتخشيه بالساك ديالو يطيب. غادي نبداو ان شاء الله وبيان سور الكرعين غادي نبدا بهم هما الاولين. الوغ نخوي عليهم الما طايب، راه غسلتهم مزيان وحكيتهم باش يتحيد منهم ديك ريحه الشياط. ودابا غادي ندير لهم ميه سخونه، ميه طايبه، نرد الاخرى تطيب. انا جيت كحز الكاميرا غيطيح ليا في وسط الماء. دونك غادي درتو في الماء السخون ومن بعد نخوي هاد الماء باش يحيد منو داك الطيبه ديال داك الشيء ديال الصوف. ها هو دابا نقي، غادي نديرو هنا، غادي ندير زويته هي الاولى. هاد لاغوسيط مفيهاش البصله لان هو تيطلق داك هداك شي يقولولو ديك لافيسكوزيتي ديالو تيطلقها، كترد لاصوص ثقيله، دونك ما نحتاجوش نديرو البصله. وحتى لوكو تيجي زوين، جربوه بلا بصله وردوا عليا الخبر. فوالا ها هو. دونك غادي ندير ملحه، الفلفله الحمراء، الفلفله الحاره، والخرقوم، وداك شويه ديال البزار. غادي ندير غادي نصوب الثومه دابا، ندوز هاد الثومه.
وتاي بغيت الثومه دابا هذا ستامبلا ديال ليفير بامتياز فوالا هذا درنا الثومه ودابا غادي نديرو هاد الربيطه ديال القزبور وغادي نديرو عليه الماء طايب تقريبا واحد اطر ونص اطر و700 ونشوفو غيكتفي بوندون لا كويسون دابا غادي ندير معلقه صغيره دابا حيت درت الماء طايب راه باش يذوب هذا السمن غادي ندير معلقه د السمن معلقه مقببه صغيره راه دغيا تلق في الماء طايب وغادي نشعلو عليه نديرو العافيه مجهده حتى يغلي اون فوا يغلي غادي نقصو العافيه لان باش يطيب زوين بحال طابع الفاخر حاجه ملي تطيب على المهل تطيب حسن خليوه يغلي وبيان سور هادشي كله هذا حيت هذا مفزق والزرع مفزق الزرع ثقوا بيا راه تيجي غزال 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 بالزرع العادي الا كان مفزق سوفيزامون الكامل القمح الصلب ولا الصلب ولا اش تيقولوا له ولا الا كان مهرس لو بلي كونكاسي حتى هو يتفزق لافي دغيا تيطيب هذا غادي نديرو هنا ونخليوه في هاد الخرقه نبعد الكاميرا ندير هاد لان لو بلان دو طراي لي بروبر فوز انكيتي وغادي نسد عليه ولا غادي نسد عليه بلا بالفيسيل نسد عليه بلا فيسيل لانه يقدر يتحل ليا ويتشتت ليا في المرقه ويتحرق غادي ندير له ان كولون باش يمكن لي نحلو فاسيلمون حتى يغلي ونديرو من بعد نحيدو حيت خصو تكون باقا المرقة باش خصو تكون باقا المرقة باش يطيب فيها غير طيب شوية تحيد داك الريحة اللي ولا المجهدة ديالو ويغلي الماء دونك قلنا نخليوه يغلي اون فوا يغلي نبيس لو فو نزلو العافية ونخليوه يطيب على المهل نسد عليه ونخليه يطيب اون سو فوا ابري طابو شويه واحد شغن نقول لكم نص ساعه ها هما طابو دخلهم الطياب طابو مزيان لان ما خصناش نخليهم عاوتاني حتى تيتفرق العظم على داك الحيمه ديالهم لان تتولي سي با بيان بريزونطابل في سميتو دابا غادي نحيد هذا هاد القزبور فوالا وغادي ندير هاد الكموسه هادي خاصني نديرها الوقت اللي تكون باقا فيها المرقه باش تطيب في ديك المريقه ويدخل فيها داك لي زيبيس وداك الشيء
Voilà, كاين اللي كيتبلها هي براسها افون دو لا ميتر افيك لي ميم زيبيس. بون هادي هنا غادي نشعل عليها تاني حيت كنت طفيت، غادي نشعل عليها وغادي ندير دابا الحمص. درتو معطل لان تيطيب، حيت ملي تيكون مفسخ تيطيب بسرعه على لا كان بقى بالقشره ديالو. دابا غادي نخليهم يطيبوا. باش ندخلو في المريقه يجي جديد او ميم طون يطيب. نكمل طياب مع الكريم او الهرقمه. فوالا ها هي، نخليوها دابا طيب جو ميتا 6 ومن بعد جو ريكتيفي. الكرعين ديالنا ما تابوا البنات او الاولاد، دابا غادي نصبوهم ان شاء الله في الطبسيل. هما طايبين طيبين بلا ما تقلع الجلده ديالهم من العظم تفرق عليه، صافي بقى جولي في الحطه. دونك غادي نجبد هادي، فين هي السريف؟ قلت لها السريفه باش نجبدها. فوالا يما سخونه، غادي نديرها سي شو. هنا هذا الزرع واو واو واو. ابخي غادي نقاد التبسيل. هيا ياي سي شو سي شو. غادي نديرو في الوسط واللي بغاها تيهز منو تيجبد منو. ما دكيتوش مزيان في راسكم، دكوه مزيان في الزلافة. نحط الطريفات الكرعين. بون طبس شوية كبير سيطيب جوست سكيفو، ما يطيب شاي لدرجة أنه يتحل يتفرتت. هي طب تعلم هل، وفي بعض المرات كنزيد عليها العافية، وها هي ما تحرقت ما والو. دونك هذا غادي نديرو هنا في الجناب باش تجي المريقة اللي بغا يغمس. راه طيب بلا البصله لان مريقتو كتجي اونكتيوز ثقيله ما يحتاجش البصله، والبصله كتغير له كتغير له الطعم ديالو كتولي هي اللي غالبه. وغادي نمسحو الجناب ديال الطبسيل طبعا باش يكون نقي، خصوصا انه بيض. كنت غنحط في واحد اخر ولكن قلت ندير في البيض باش يبان، باش تبان لا كولور، هذيك لا كولور دوري اللي درنا لها الخرقوم، لانه ملي تنديرو غير التحميره تيجي حمر، تجي داك المرقه حمراء هكا تجي حمراء و اون ميم طون مذهبه شويه. بنات والولاد الى عجبتكم الطريقه ديالي ديال طياب الكرعين، ما تبخلوش عليا بلي لايك وما تبخلوش عليا بلي كومونتير. بارطاجي افيك فو زامي فو فامي pour que j'ai un peu plus de monde. Pour les gens qui ne reçoivent pas mes vidéos, c'est parce que vous n'avez pas activé la cloche. Maintenant que vous êtes abonné, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut faire ce que vous
ديزابوناو فو فو غيابوني اي او مومون اللي تنديروا لابونمون تتكون لا كلوش داك الساعه يفو لا توشي ça m'évitera d'envoyer à chaque fois, d'envoyer à toute ma liste, si bien sur Messenger que sur WhatsApp. Donc, les ma qui tous seuls, les vidéos d'y aller, ils désabonnent ou te réabonnent. Dès le moment où ils s'abonnent, qu'est-ce qu'on a dans la cloche? Ils hydrent la cloche. D'abord, ils qu'est-ce qu'on a abonné depuis quelque temps, mais qu'est-ce qu'on cache la cloche? Voilà. Rien d'à côté de moi, je vous souhaite une bonne journée.